السلام عليكم الزول في الله ومرحبا بكم الناس الجياز. كا يظهر لي راهم تاع لامسيه، راهم شويه قلقانين. مام الصحفيين اللي تبعهم يظهر لي قلقانين من شباب القبائل. شاهدوا تقرير رائع جدا حول مباراه شباب القبائل ومولوديه الجزائر، حول ربما الشبيبه اللي لازم قال لك تظفر بالنقاط الثلاث حتى تبقى في صداره ان شاء الله. المهم اسمه التقرير هذا الرائع جدا على شبيبة القبائل ومباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر. كلاسيكو بين الناديين وكلاسيكو بين ديلور وبودبوز إن شاء الله، اللي راح يكون إن شاء الله في التشكيلة الأقل اللي راح يلعب في المباراة إن شاء الله يا رب العالمين. اسمه التقرير الرائع هذا، ديرونا لايك الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق في فيجي اسكا، وإن شاء الله غدوة أيضا الربعة مع فيديوهات آخر إن شاء الله. سلام خوتي، اسمه التقرير. ستشد أنظار الجماهير الجزائرية الثلاثاء إلى ملعب المجاهد الراحل حسين أحمد بتيزي وزوا، وهذا بمناسبة المباراة المتأخرة عن الجولة الأولى من المحترف الأول. صرح كروي عالمي سيحتضن لقاء الأشقاء بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر في مباراة ستجمع بين التاريخ والعراقة والأصالة. مباراة كبيرة ستكون وسط أجواء عالمية سيصنعها كل الفاعلين في المباراة. الكناري والذي يريد مواصلة التحليق فوق معقله الجديد وتحقيق الفوز الثاني على التوالي لكسب الثقة ومواصلة المشوار، بينما مولودية الجزائر والتي تعادلت في المباراة السابقة على أرضية ميدانها ستحط الرحال بمدينة تيزي وزو وعينها على التعويض وتحقيق الاستفاقة. الفرجة والمتعة ستكون مضمونة فوق المدرجات بين جماهير الفريقين اللذان تربطهما علاقة مميزة ومتميزة. إذن هو عرس كروي سيستمتع فيه الجميع.